السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وصحة جيدة. أخواتي مرحبا بكم في قناة مع وصفات أم أحمد. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم الفراقش بالحمص أو الكوارع على حسب كل واحد كيفاش كيسميهم. وهذه الأكلة الشتوى هذه الوقيتة ديالها، بما أنني طيبتها في الدار قلت نتقسم معكم لما لا، ونخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. بسم الله على بركة الله. بالنسبة لطريقة التحضير كنحتاجو عندنا هنايا واحد الفرقش أو واحد الكرح مقطع دوائر كيف ما كتشاهدو، رضخاس هكذا أحسن يقطعو لكم مجزرة، وكنغسلوه مزيان. عندي هنايا الحمص تقريبا 400 غرام ديال الحمص اللي فزكتو ليلة كاملة، كزبر مفروم تقريبا 8 دروس الثوم، واحد ورقة لوريل أو الراند، رأس ملعقة الفلفل الأسود أي الإبزر، ورأس ملعقة كذلك الكركم، ورأس ملعقة كذلك السكنجبير. عندي هنايا 3 معالق الفلفل الأحمر أو فلفل غبرة، ملعقتان الكمون أي الكيمون، والملح طبعا على حسب الذوق. وهنا عندي فواحد طنجرة الضغط كما كتشاهدوا اللي هي فارغة، باقي ما شعلتش عليها العافية، كنوضع فيها الكوارع ديالي او الفراقش كيف ما كنقولوا لهم حنايا. كما قلت لكم بعد ما غسلتهم وحكيتهم مزيان، اول حاجة انا كنطيب الفراقش بوحديتهم مع الماء، كنفضل انني نطيبهم اول حاجه بلا لقامه ديالهم بلا توابل. كما كتشاهدوا بعد ما وضعتهم في الطنجره غادي نضيف لهم داك الورقه ديال اللوريل او الرند، وغادي نضيف عليهم الماء البارد. انا ضفت عليهم ماء بارد، ولكن اللي ما عندوش الوقت يمكنه يعمل لهم الماء يعني سخون غليان، وكذلك بإمكانه يدفع لهم لقمة أو توابل كذلك. وأهم حاجة هو أنه الحمص ما خصهمش ينضافوا في الأول، لأن كما كتعرفوا الفراقش أو الكوارع كيتعطلوا كيف ما كان النوع ديالهم، يعني كيف ما كانت درجة دل الفتاوة ديالهم، يعني كيف ما كانوا فتيين كيتعطلوا في الطياب ديالهم. يعني من الأحسن الوحيد الحمص يعملهم من بعد. وهنا كما كتشاهدون بعد ما عملت الفراقش ورقة اللوريل والماء غادي نشد عليهم حتى يبدا يدخلوا من الطياب، يعني ماشي يطيبوا الطياب كامل غير يبدا يدخلوا من الطياب، عاد كنضيفوا عليهم الحمص. وتقريبا خليتهم واحد نصف ساعه في الاول. كيف ما قلت لكم بما ان يعني اللي ما عندوش الوقت بامكانه يعمل لهم الماء السخين ويعمل لهم غير الاقامه في الاول كذلك التوابل، ولكن انا كنفضل هكذا وكيف ما تعودنا في الدار ديالنا كيعملوا له بهذه الطريقه هذه. وهنايا غادي نمر باش كيف ما كتشاهدوا عندي طنجره فيها الحمص وضفت عليها الماء، وغادي نحيد له داك الرغوه اللي كتكون فيه. انا دائما كنطيب الحمص يعني جميع القطنيات، الحمص اللوبيا البيصر كيف ما كتشاهدوا كيطلقوا هذه الرغوه هذه، انا ما كتعجبنيش في الطبخ ديالي. دائما كما كان يعني اي مره كنستعمل فيها الحمص او كما قلت لكم القطنيات كنحيد لهم الرغوه اول حاجه، وعاد كنضيفهم على الاكل ديالي، ماشي كيطيبوا غير كنحيد لهم الرغوه صافي. كيف ما كتشاهدوا هذه الرغوه هذه كيف ما كتشوفوا كامله غازات. غادي نستمر غير كيبداو يغليو شويه، غاديك الحمص كيغليو ماشي كيطيبوا غير كيغليو صافي، كنحيدوا لهم غير الرغوه فقط. كيف ما كتشوفوا تبارك الله كيطلقوا الرغوه بزاف.
وكذلك نحسبوا دائما الحساب في الطنجرة الماء اللي كيكون فيها، والماء كذلك ديال الحمص كنستغلهم كيف ما كتشاهدوا هنايا. من بعد ما فتحت على الطنجرة يلاه بدا كيدخلوا من الطياب الفراقش ديالنا، كنضيفوا عليهم داك الحمص بالماء ديالو، يعني الحمص باقي ما طابشي غير حيدنا له الرغوة فقط. صافي كما كتشوفوا، وهنايا غادي نضيف التوابل. هنا غنضيف الفلفل الاسود والخرقوم والسكنجبير، وهنا غنضيف الفلفل الاحمر اي فلفل غبره. انا عندي فرقوش، يعني واحد الفرقوش كامل، يعني من 3 معالق فلفل الاحمر اي فلفل غبره. ضفت الكمون والملح طبعا على حسب الذوق. وهنايا كذلك غادي نضيف الثوم، كيحتاج الثوم تبارك الله بزاف، يعني كل ما عملت له الثوم كيجي لذيذ، كيعطيه واحد الصابور مزيون. الثوم كل ما كثرت الثوم كيكون احسن. انا عملت هنايا الراس كامل للثومه، يعني فيها شي 8 دروز ديال الثوم. كنستغل الثومه كما كتشوفوا كامله، كما كتشاهدوا من بعد ما الفرقوش يلاه بدا كيدخلوا الطياب كنفتحوا عليه. استغرق لي نصف ساعه تقريبا 30 دقيقه. والحمص من بعد ما حيدت له الرغوه ديالو كنضيف عليه توابل. هنا كنضيف القزبر او القزبر كيف ما كنقولوا حنايا، كيعطيه واحد اللذة مزيونة حتى هو. وهنايا زيت الزيتون طبعا اللي ما حطيتهش قبل مع المقادير اللي نسيتها، كذلك كنضيفوا زيت الزيتون. هنا كنحركوا المكونات مع بعضيتهم كيف ما كتشاهدوا، كنحركوا داك اللقامه مع الفراقش ديالنا والحمص. كيف ما كتشوفوا كنحركوا المكونات مع بعضيتهم وكنشدوا على الطنجره ديالنا كيف ما كتشوفوا، كنشدوا عليها في طنجره الضغط. وخليتها واحد النصف ساعة تانية، يعني الفرقوش كامل او الفراقش ديالنا طابوا لي في ساعة كاملة، يعني ما بين الاول نصف ساعة الاولى ونصف ساعة التانية كيف ما كتشاهدوا. ها هو من بعد نصف ساعة التانية اللي هي ساعة كاملة استغرق معنا، ها هما طابوا الفراقش ديالنا كيف ما كتشوفوا. لاصوص معقودة كيف ما كتشوفوا، لاصوص خاطرة تبارك الله، كتجي وطابو مزيان كما كتشوفوا. هي الحمص، انا نوريكم الحمص كيفاش طاب. كما كتشوفوا طايب، يعني ما تفسخشي غير طاب. كيجي غزال، كيجي رائع صراحة، كيجي لذيذ كما شفتوا. غير الحمص ديالنا غير طاب ما تفسخش. وهنايا في واحد اول حاجه غادي نحيد داك ورقه اللوريل او ورقه الرند. وهنا في واحد الصحن ديال التقديم غادي نمر باش نغرف الفراقش ديالي من بعد ما طابوا كما كتشاهدوا طايبين، وصوص معقوده كما كتشوفوا خاطرة.
والحمص ديالنا يعني من بعد ما طابو لنا الفراقش وضفناه، يعني غير طابو ما تفسخوشي. وكذلك يعني من بعد ما كتحيد لهم ديك الرغوه اللي هي مهمه صراحه، صافي هنا غنضيف الحمص من فوق، يعني من بعد ما حطيت الفراقش كنضيف الحمص، وغادي نضيف شويه لاصوص او الصلصه ديالو المريقه كيف ما كنقولوا. كيف ما كتشوفوا جات معقوده غزاله. وهذه هي الوصفه ديال اليوم او من الفراقش ديال اليوم، كيف ما كتشوفوا كيجيو مزيونين وغزلان، كيجيو فتيين وكيطيبوا وكيجيو اللذه ديالهم غزاله. وكنتمنى الوصفه ديال اليوم تنال اعجابكم وتجربوها، وكنتمنى تدعموني باللايكات والبارطاج مع الاهل والاحباب ديالكم اذا جات على خاطركم طبعا. وما تنساوش تضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد. كنشكركم على حسن المتابعه، ونتلاقاو في وصفه اخرى ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.